أحسن الله إليكم. قال وهذا سائل يقول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. نعم. أليس هذا من كتم العلم؟ إيه، كتم العلم للمصلحة يا أخي، إذا كان كتم العلم للمصلحة فهو مشروع. لا تخبرهم فيتكلوا، أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال: ألا أخبر الناس، ألا أبشر الناس بهذا، أن من لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله؟ لا، قال: لا، لا تخبرهم فيتكلوا. هنا علم ما يكون إلا للخواص ولا ينشر على العوام، يكتم عن العوام، لأنهم لو أخبروا به لا أفسد عليهم دينهم، يتكلون، ولأنهم ما يفهمون ولا يفقهون وش المقصود. فكتمان العلم للمصلحة هذا واجب إذا كان نشره يلزم عليه فتنة. نعم، هذه قاعدة خذوها معكم. نعم.